هيك شكلي بخوف. برافو. مين زقف؟ كلنا. اطلع عينين، اطلعوا كلكم. انا فيلو. لا ما بين شو ما تفاجئ يعني؟ شيء حلو يعني؟ اول شيء التابلو كثير حلو، بتزقفوا للتابلو بس. اكيد. خليني اقول لك شغله، ما بال حبيبتي، وقت واحد يوصل لمحل بهالقدره على التمثيل، هالقد بتمثلي بتطلع بوجهك تقول يا عمي شو معقول يطلع هلا؟ شو معقول يطلع من تمها او ما تغني؟ فجأة بتعملي هيك بيرفورمنس عاطلة ضعيفة، lack of emotions، غنية منها صعبة. يعني لالباي كمان جمة صغيرة. أنيس كان أحسن من هذيك المرة، عندكم مشكلة اثنيناتكم بالتيمبو. هلا أنت اليوم يعني ما بقى إذا هو ضيعك. هو ضيعك. لا في لك شيء. بلا على الواطين تحت هدول البريدج. لا لا ما خص ما خص. شو ما خص؟ لك شيء. قولي. أنا ما في اسمع أنيس ولا هو في يسمعني. برافو، يلا اطلعوا ناموا. ليش كيف تغني لوحدي كل حياتي؟ لا لا بالعكس. ما هن عملوا شيء هونيك. أنا قطع بالصوت. طيب خليني أقول لك شغلة. ما بال واحد يعمل اثنين بيرفورمنس حلوين، يجي هلا يعمل بيرفورمنس عاطله بالنسبه لي. بس فيه شيء كمان بعد لا بعد اوكي. مش معقول لما طلع بدي اقول شيء قولي. اوكي لما طلعوني المايك نزاح ما سمعت صوتي، وحيات الله بشبح لفلك ما سمعت صوتي. طلع صوتي على التي في بس، انا لايف كلهم قالوا لي ما طلع صوتي، انا ما سمعت صوتي. مش مسموع يعني بس كان ميكرو نزاح. ما بال ما نحجم. ما بال ولا شيء ولا شيء قلتيه مقنع بشرفي. كيف عم تبليكي سؤال من مرقة بكل هدول وعندك قدرة تمثلي هالقد؟ فسري لي اياها. How you act that much, you have this kind of acting skills. عندك هالacting skills فظيعة. وجهك معبر جدا إنما أدائك ضعيف جدا. وغنية هيني هديك الغنية أصعب غنيتها أحلى منها. أنيس أسبق من كل مرة. نيح تخلى عن برونو مارز ليغني حلو. حل عنه يعني. غنى حلو. غنى حلو، تيمبو تبعه بعده بالنسبة لي في إنه، بس إنه بالنسبة لي أنيس أحسن من قبل. فبقول برافو لأنيس، بدي أعطيه كريدت يعني شوية كريدت لأنيس. برافو. برافو أنيس، سلمونا عليه. أوكي برافو. بس برافو للبرفورمس اللي عملها قبل، مش إنه برافو بالحياة، بالحياة ما بتسوى ما بيقطع. أنا ما بقطعه. أنا تيمبو عندي بالنسبة لي شغلة هالقد دقيقة بالمرة. لا تيمبو الايقاع هو اساس بحياتنا خي. يعني هار قلبك بطي يدق متت يا اخي. ما هو تيمبو كمان على التيمبو. واذا لعب بيكون ضغطك شوف حكيم، واذا ما عندك شيء يا جماعه تجيب بجيب بطاقه يعني نشاط. يعني الحياه كلها تيمبو توقيت. يعني الفراعنه اخترعوا على الوقت حبيبي، تشتغلوا على الوقت. بس سؤال، هلا غلطت شو نشزت اوت اوف تيون عم تامبو؟ بتقول لك مغنى ما بيسوى شو معناتها؟ ضروري خفوت بالتفاصيل اجرحي. سهيلة ليك كيف صار فيها؟ ليك صار فيهم انبطحوا، خبرتهم الحقيقة ما بتسوى. ما بال لا لا طيب. مشي مشي خلص. لا ما بس ما بال كف كف. ما بيسوى ما بتسوى ما بتسوى. يعني حجة جيك ضيعوني. ما يعني ليتك ما حكيتي، ليتك ما حكيتي.